السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد كباكا من قناة كباكا تي في. نرمين الفقي نزلت صورة ليها هي ورامز جلال. حقيقة نشر نرمين الفقي صورة من كواليس برنامج رامز جلال الجديد، طبعا نزلها صورة ليها هي ورامز وبتقول شربت مقلب وعاملة هاشتاج مقلب رامز، فدوت يدل ان رامز جلال طبعا عامل لنا برنامج في رمضان الجديد. ايه تفاصيله لسه محدش يعرف، الناس كاتبه لها في التعليقات ما كانش ينفع تقولي، كانش ينفع تقولي عشان يعني صحابك الفنانات هيعرفوا او الفنانين هيعرفوا التفاصيل منك ويعني كده تبقى في فبركه. فيعني انا احب اطمن المشاهدين البرامج ديت ما بتبقاش متفبركه ابدا ابدا، البرامج ديت لايف مقالب. فيعني باذن الله باذن الله بعد الايام ورمضان قرب، ربنا يعني يتقبل منا صيامنا في رمضان باذن الله. سلام.